اللي غنسجلوا هاد الناس وما كتبش ليا خوتي شخباركم لاباس عليكم كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه ديالكم ومدوزين النهار مزيون مصيفين وناشطين. المهم اليوم غادي نهضروا على غوزينو اللي قالت لك عندها 22% المتتبعين ديالها. قالت تحيه الذكور اللي معايا في قناه غوزينو. واو 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 السيده اللي قالت لك محكومه والسيده اللي قالت لك هي الرجال كيخليها ما تدويش معاهم والسيده اللي قالت لك ممنوع يتهضر مع الذكور خلاك الله ولا تركب معاهم في الطوموبيلات ولا تهضر عليهم وتقول لهم تحياتي لكم وهي ضربه لهم الغوزينو ومعكره ودايره دخلت عليكم بالله لما قالوا لي داك السيتي اللي دارت السريعه الجديد منين جابته منين جاب ديك الموضه والله العظيم بحال دوك لي جيتون داك الزيف هكاك بديك الطريقه ودوك الطوينكات مدليين وداك الستيل ديال اللبس ويلي 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 على الستيل وقالت لك السيده الاناقه وانا الاناقه وانا الثقافه وانا 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 جبت لكم السريعه فين باغا تسكن السريعه المتشرده اللي كانت النهار كله هي كتعرف لالاها وكتعرف الام وكتقول لك حقها هي ماشي ام ديال الكارطون كتحشي تهضر على سعاد وكتقول لك هي زعما ام حقيقيه فين هي الامومه وانت ملي كتبداي الفيديوهات واللايف والبنيته كتبرح وكتغوت مسكينه وكتعيط تغوت بالعداو وانت والو فين هي الامومه فين هي الامومه انت اللي كتهضري على الامومه والعناوين ديال كامل على الامومه وعلى ديك السيده ماشي ام وانت ام حقيقيه انا كنشوف ان داك البيبي يعني انت ما ولدتيهاش على 18 ولا 20 عام وراك تبارك الله راه المفروض هذيك البنت تكون بنت بنتك تكوني انت جده كتعاملي معاها بواحد الطريقه اللي بدا كلنا ديك الطفله مسكينه داك البيبي ديك الرضيعه داك البيبي الصغير اللي مسكين كتعدي عليه كتحطيها تغوتي تبكي وكتهضري على الامومه وباز لوجهك يا اختي السريعه بغيت نجي نقول لك بعدا قبل ما نقول لكم قبل ما ندخلوا في الموضوع كتمشيهم كيف ما بغات السريعه قنطات فاس في الحراره ما عجبهاش الفاس ما عجبهاش الجو ديال فاس شنو غندير غادي حتي انا اليوم مريضه غادي نمشيو نديرو البوس في مدينه اخرى وهادي وكتقنع فيهم وكتقول لك لا البنت غادي تمشي معها الصغيره راك كتحكي على راسك البنت راه امها حيه واخا تختار امها حيه واختها اللي غتحضن عليها كتقول لي اختها تحضن عليها اختها شحال عندها عندها 18 عام كيفاش اختها غادي تحضن عليها والام ديالها حيه ترزق باها في السجن ماشي مشكل الله يطلق صراحه ولكن البنت راه عندها امها السريعه باغا تسكن في قنيطره البنات لان قنيطره مرخوفه في الثمن بحال فاس وفيها البحر وفي نفس الوقت باغا تعيش الحياه باغا تخرج باغا تفوج باغا تنشط باغا ما مسوقاش هي يا لا المفرقع يتشد ولا يبقى ولا والو فهمتوني باغا تعيش الحياه لان السيده ولات كتعيش الحياه ولات تنفسات ملي هو تشد نتو الافلام اللي كيمثلوا لكم وكتكذب وكتلبس داك اللباس بحال البوهاليه الله يستر ديال الزنقه اش داك اللبس داك الزيوفه وديك الحاله ويلي 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 حالتك 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 مشوها شي داك اللبس اللي كتلبس سعايه نوع من انواع السعايه وديك الطريقه ديال انا عندي مصاريف كثار وانا 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 كتدخل الاموال طائله غير الكذوب كتضحك على دوك الناس اللي كيسميوهم المحسنات ولا المحسنين باش كيبقاو يصيفطوا ليها وهي راه كتدخل تريب اللي كيدخلوهم في الشهر يعني السيده برزقها وبفلوسها كتكذب على الناس النصابه الكذابه مهم بغات تسكن في قنيطره البنات هي بدات معاهم اخبار موثوقه بغات تدخلهم بغات تمشي للحسيمه والبنات ما بغاوش بعيده وداك الشيء قالت لهم قنيطره وراه غيسكنوا في قنيطره فهمتوني ما كيهمها لا المفرقع فين غيمشي الحبس اللي غيمشي فيه ما كيهمها والو باغا غير تعيش الحياه وتفوج وتخرج وتفيك لي مراساتها وتفطح او فقط وهذوك البنات كتستعملهم كوسيله قلتي السريعه قبيله كتقولي في واحد الفيديو ولا لايف كتقولي انا البنات هما اللي كينبان معاهم في قناتهم هما ما كيبانوش معايا في قناتي زعما وانت علاش غتحتاجي القناه ديال علاش غتحتاجي البنات يصوروا معاك انت اصلا مشوهه رقم واحد في الشوهه في المغرب اذا اللي درتيها غنتفرجوا فيك وكيتفرجوا فيك الناس انت كديري الاثاره انت نهار خرج دخل راجلك خرجي كتخرجي كتسعاي الحليب شي شويه حقره فلوس الزروره هما باش كنعيشوا بهم كتكذبي كذوب عين عين والناس هذوك الناس اللي متبعينك باز ليكم واش عندكم الدماغ واش ما عندهمش الدماغ ما فهمتش هاد الناس هذو اللي متبعينهم ما عرفت شنو ما فهمتش دير لهم التنويم المغناطيسي ولا ما عرفت شنو داكشي وشي نهار كانت كتعطى هي وياها هذيك الهضره راه حقيقيه ديال الا سمحتي فينا سمحتي في القناه كيتعاطوا مع بعضياتهم البنت ومرت البو
اما مرت الاب سمحوا لي عليها تصدع لي كان راه ما بقاوش الوليدات كيهداو ما نكتبش عليكم والله صداع بزاف بزاف بزاف. مهم صبروا وليداتنا كاملين وصافي. قلت لكم كيتعاطوا كيتعاطوا ووصلوا بالاخبار موثوقه مواصلين من وراء المفرقع ما تشد دابا تقاتلوا على الاقل 31 تقاتيله. شي نهار سجلت شنيتيكا مثلوا عليكم كانوا كلهم متفقين منهم الشيباني وجات السرعه كتقول لهم زعما دابزت مع البنت وغتمشي في حالها. تمثيل السينما 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 باش دخلوا الاموال طائله والسريعه خدامه معاهم كاملين. السريعه اللي قالت لكم السلسله ديال العنق ايام العزوبيه كذابه. السريعه كتخدم وكتشري الذهوبات والسريعه الهضره اللي كتقول لهم بغيت نمشي في حالي راه ما كذبتش الاحساس ديالها الداخلي راه باغي تمشي في حالها غير كتسنى الوقيته اللي غتنوض معاهم سكوندال وغتبات ما تصبح فعلا غتمشي السريعه. فهمتي وهما شنو شاط لهم السخط الشوهة في المغرب الاخر تشد هادشي اللي شيطوا معاها هي سببهم في عذابهم. وانا كنقول لها من هنا السريعه اللي قريبا باغا تسكن في قنيطره باغي نسكنوا هي راه باغا السريعه باغا تسكن شهر 8 كله في قنيطره. السريعه اللي قالت القنوات ما تبقاوش تفرجوا فيهم وكتهاجم القنوات اللي مع سعاد وكتقول لك انا ما كنتفرجش فيكم وكتقول لكم كتدخلوا ميمي على حسابي. وانت شنو كديري انت كتضلي تدخلي ميمي على حساب سعاد وعلى حساب داك السيد اللي صفتيه اللي بقيتي كتعمري فيه تعمري فيه تعمري فيه. اذا انت القنوات يخدموا عليك فين هو المشكل؟ بالعكس القنوات اللي كيهضروا عليكم منهم قناتي كنهضروا لاننا كنحاربوا الشوهة في بلادنا ما بغيناش الشوهة في بلادنا. انت كتخرجي كتشوهينا ما خليتي ما درتي تامل الجسم ديالك وصفتيه بالتفصيل عرفتو ما غاديش نقولها حتى قلتها ما غاديش ديرها هي. كاين واحد القضيه غديرها هي قريبا راه كتخطط ليها خطيره جدا هذيك هي اللي غادي تجيب الحق ديال سعاد ديال بصح. هي كديرها السريعه وقالتها للناس في الخفاء الناس ديالها اللي كيتواصلوا مع الناس اللي كيوصلوا سعاد ولا كيوصلوا لينا. السريعه كدير في شي حوايج اللي غادي تضر هذوك العائله اللي معاهم اللي تقوا بها وحاربوا امهم على قبلها وحارب مرته على قبلها وحاربت مرته ولدها على قبلها ولكن في نفس الوقت في صالح سعاد. انتو باش غادي يبان الحق ديال ديك المراه مسكينه. تهضري على الامومه هذا الفيديو هذا راه ما عطيتكش انا وعدت المتتبعين انني غادي نوضح بزاف ديال الامور وغنهضر على بزاف ديال الحوايج ولكن الصداع اللي كاين دابا ما خلانيش نتكونسونطرا. غادي غنهضر لكم فيديو مفصل على السريعه وشنو كدير السريعه وشنو كتخطط السريعه. والسريعه دابا راه كتقاتل هذاك المحل بغات تقلبو في سميتها ما كرهاتش تقلبو في سميتها باش ان شاء الله كيف ما وان شاء الله علاش لا باغات تصبح ما تبات هي وفلوس المحل. ونتمناو باش يعرفوا الله حق نتمنى انا يكتب لها واخا هو ما عندوش الحق واقيلا يكتب لها هو في السجن ولكن هذا هو الهدف ديالها. لان هذاك المحل كتقول هي في الخفاء وكتقول للناس اللي معاها هذاك المحل ديالي على ظهري. قالت لك هي خدمت مع هذاك العام هو باش شرى المحل وفعلا خدموا بجوج بهم باش ضربوا في سعاد باش هي وصفات الجسد ديالها باش مسكينه ما خلات ما دارت روتين اليومي خرجت اللي مساخط يعيروا امهم ما خلات ما دارت فعلا دارت الشوها باش هذاك المحل تشرى. فهي الهدف ديالها هو هذاك المحل. كي غير تكتب ليها المحل ديك الساعه غادي تخرج لهم بالوجه الاخر وتما غيبان حق سعاد لان غيبقى يقولوا ان الله حق وغيبقى يقولوا يا ربي تسمح لنا من ديك المراه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي امتى يكون هذا الشيء هذا. وراه قريبا هي هذا هو الخطه ديالها وهذا الشيء اللي باغا دير. وبالنسبه لحقها تمشي وتسكن وهما يتبعوها وهذا داك الشيء كله سينما سينما في سينما. هي باغا تسكن في قنيطره لان قنيطره برده وقنيطره رخيصه وقنيطره قريبه ليها الفاس قريبه ليها كل شيء. باغا تسكن في قنيطره وباغا تجر معاها بنات الناس. يلا اش غنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. كنتي كتقولي على اساس الام ديالك كتهدك بالسر ديالك وكتشطحك وكتهدك بالسر ديالك. انا كنشوف ان السرعه هي اللي كتشطحكم كاملين وكتهددكم من الشيباني المسخوطه الصغيره كتهددكم عاتي مي سيطره كتقول لهم موتوا موتوا عيشوا عيشوا. والله العظيم الا عبرت عليكم خليها باش تبقاو تعرفوا ان الام ما كاينش بلاصتها وما كاينش بحالها.
البنات قالت لكم غزيمه عندها 22% ديال الذكور وقالت لهم تحيه لكم الذكور. ويلي 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 الله يعز الحكام. وفينك يا المفرقع؟ وفين ايام المفرقع مسيكين وكان حاكمهم وكان جمع لهم رجلين؟ ما كانوش كيديروا هذه الحاله اللي داروا دابا. دابا راه عتي راه الحماق الحماق والتسطيع. خليوني خصني نخرج لشي بلاصه يكون فيها لو كالم ونسجل لكم فيديو ديال السريعه خاص ان شاء الله. احباب ما تنسونيش من لايكات وضبلوا لي التعاليق غير باش ان شاء الله. واو 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 قنبول غدا عاشوره ان شاء الله. انتظروني ان شاء الله غيكون فيديو على السريعه ومن وراه غيكون واحد الفيديو كنوعدكم غتحماقوا عليه بلا ما نقول لكم شنو فيه ان شاء الله غيعجبكم بزاف بزاف بزاف. ما تنساونيش من التعاليق واللايكات وغدا ان شاء الله. واش راكم بروكات؟ دخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو يا ربي.